مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال الفتيات اللي تعرضوا ذاك الاعتداء الشنيع، مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأم ديال آية اللي هي وقع لها نفس الواقعة اللي وقعت لفاطمة الزهراء. الأم ديال آية اللي هي نادية غادي نشوف معها حيتية القضية، وكذلك الزوج ديالها اللي هو الأب ديال آية ما تيتكلمش، عنده إعاقة، والله يشوف من حاله. غادي نشوف معها الحيتيات ديال الملف من الأول. أختي نادية غادي تعاودي ليا كيف سقتي الأخبار الواقعة اللي وقعت لبنتك آية والفاطمة الزهراء، كيفاش؟ أنا خدامة في الفريز في مولاي بوسلهام، ملي خرجت بحالي مع الجوج كان صب أبيل ديال مكالمة ديال المقدم، هي هذيك وليت عاودت لي أنا قلت له شنو كاين، قال لي دابا أجي، قلت له أنا بعيدة مولاي بوسلهام كي عندي نجي، قال لي بنتك راه مقبوطة عند الجدرمية، راه عند الجدرمية، قلت له علاش؟ قال لي ما عارفينش شنو واقع، ولكن ملي تجي للبلاصة للدار ديالك خصك ضروري تجيب الحالة المدنية وتجي. وليت انا بالدور ديالي عيط لواحد الجدارمي قلت له الله يعطيك السرعه، قال لي لا كتميته قول لي المهم من الاخر قول لي شنو كاين باش نجمع احتمالات نرى براسي شنو واش بنت ميته ولا شنو وقع. قال لي ما نقدر نقول لك حتى حاجه تتجي عرفتي الطريق بعادت عليا مولاي بوسلهام من الدار راه ولات بحال اللي تقول 10 سنين ديال الطريق. ملي رجعت للدار هزيت الحاله المدنيه هوت كان ندير نترجم لبوها راه بنته على مشكل ولا شي حاجه يا ديك قلت له عيا الله المهم عا يونسني في الطريق هودنا عاد قال لي بنتك راه تعرضت للتحرش الجنسي من طرف الراجل الكبير يعني 65 عام راه ماشي سهله. انا بيدي كنمشي عنده الطبيب كيعطيني الكينه ديال الطاسيو عادي عمري ما شكيت فيه راه غيكون هو هذا الشيء كامل هذا الشيء اللي كاينه. انت كتسكني حدا فاطمه الزهراء؟ لا بعيد انا في دوار واحد اخر كتجمع مع المدرسه، المدرسه كيقرا فيها بنفس واخا هاد المستوصف اللي فيه هذا اللي دار هادشي شحال بعيد على الدار ديالك؟ شي 9 كيلومتر. انت قريب لك على فاطمه الزهراء؟ لا فاطمه الزهراء وانا هما جاو من هاد الجهه وحنا جينا من هاد الجهه شاطي بيناتنا فهمت كيف. ملي مشيتي عند الجدرمية شنو قالوا لك؟ قالوا لي ما نقدر نعطيك حتى شي حاجه دابا حيدوا لي التليفون وقالوا لي تيكمل البحث حتى الوحده الليل حتى العشاء عدنا لجوده ندوزوا لسرفاتيكا في الجرف عند هذيك الطبيبه الله يرحم لها الوالدين هي اللي اكتشفت متماكنتش هذيك الطبيبه ما كناش غنجيبوا الخبر بان راه كاين اغتصاب ولا تحرش ولا حتى حاجه عاد دوزت لها. غادي تشرحي لي غير من الفوق والناس غتفهم معنا الامور واش هي وقع على نفس داكشي اللي وقع لفاطمه الزهراء؟ لا بنتي كان كاس في عجزه ديال ما خلاتوش بنتي طاكات على راسها فاطمه الزهراء هي اللي تعدى عليها. انت سمعتي بنتك كتقول عاودت لك على بنات اخرين حتى موقع لهم نفس الموضوع كيفاش كتشوف؟ وانا راه ديك المره قالت لي ماما راه كيعطينا الحوايج كيعطي البنات الحوايج كيعبئنا كيعطينا الماكله يعني انا قلت الى هذا راه فيه واحد واخد طريف ديال الخير يعني راه غير ساعه هو الابعد المسائل بعيده بزاف انا تاخذت من جانب انسان يعني كيعطيهم كيدور معاهم كيعطيهم فلوس كيعطيهم حوايج يعني بالجانب ماشي هكا بالجانب السلبي فهمتي كيفاش؟ وما قلت زعما كيعطيهم حوايج بالنظر حنا الظروف ديالنا هشه يعني انا اللي خدام على الدار راجل زيزون عادي تجيني زعما شي واحد يعطيني حوايج ماشي مشكل. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي ثلاثه. وهذه هي الكبيره؟ لا عندي ولدي عنده 18 عام هذه هي الوسطيه وعندي الدري صغير في الضيقه هذا هو الشيء. ملي عودت لك البنيه وهذوك اللي كيقراو معاها البنيه ما عاودتليش التفاصيل حيت انا جيت نهار الجمعه جيت مريضه يعني طايح لي السكر والطانسيو والحراره كانت جيت نعست ما قدرتش هي تعاود لي حتى نهار نهار السبت عاد هو هزو في الطاكسي وداهم دوز لهم شوف الجراه كي دايره داهم دوز لهم شواهد طبيه زعما انت داير الكوارث ديالك وماشي دير لهم من بعد عاودت لك هي ما دواتش لك عاودي لي شنو قالت لك وعاودي لي على دوك البنيات اللي تيقراو معاهم اللي قالت لك حتى هما ما بغاوش والديهم يهضروا. انا بنتي كنحييها على الشجاعه ديالها والله الا حتى كنت انا بلاصتها وفي السن ديالها ما نقدرش ندير هذه الخطوه هذه والله ما نقدر نديرها ولكن انا بنتي كنحييها على الشجاعه ديالها والطريقه اللي عتقت فيها صاحبتها. انت البلاصه اللي ساكنه فيها بالضبط فين شحال بعيده على وزان؟ 25 كيلومتر بعيدين نفس تقريبا نفس المنطقه هما من هاد الجهه وحنا من هاد الجهه. كيقراو في مدرسه وحده؟ كيقراو في امام بخاري بجوج وحده في الثامنه وحده في السبعه ولكن عندهم مصادقه بيناتهم.
انت ما عندك حتى شي علاقه بدوك البنيتات اللي شي وحده حتى تعرضت لهادشي؟ ما عرفاش انا حتى دارت القضيه عاد قالوا راه كاينه البنات وحدين اخرين وما قادرين شي يقولوا. فهمت كيفاش؟ يعني بنتي كانت هي السبب الوحيد اللي فجرت هاد الامبوله. فهمت هادشي اللي حضرتي اليوم الجلسه؟ اه. كيفاش شفتي الامور؟ شفت الامور عادي يعني كل شيء كيتعاطف معاهم، اثروا بزاف في القضاء والله الا اثروا فيهم البنات. المهم البنات مخلوعين وحنا بدلنا، انا بدلني مخلوعه ملي دخلت عند قاضي، انا بدلني مخلوعه، راه صعيب الحال تدخل هكاك. واش تيقول هو اعترف؟ هو انا ما شفناش ولكن عند الجدارميه اعترف، هو قال لك هي كيمشيو معاه بخاطره، كاين شي دراري يمشيو بخاطره، هو ما حتى مشاو معاك بخاطر، انت هو الكبير، انت هو اللي مول العقل، هي هذوك بنيتات صغار ما عندهمش العقل وما يعرفوش اش كيديروا، يعني المهم ما يستوعبوش هادشي اللي وقع لهم. ولكن انت مول العقل 65 عام بالقليلة خصك تمنع الغريزه ديالك الحيوانيه على هادشي. الله يفرج عليك يا ربي. الزوج مريض مسكين ما كيتكلمش، ما كيتكلمش، يعني انا راه فيا الراجل فيا المراه، الدور هذا شديتو هادي 18 عام وانا هكا. الله يفرج عليك يا ربي وحنا معاك ان شاء الله. الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، والله العظيم اللي يعجز اللسان على الكلام، ام كما ختمات فيها زوجه وفيها راجل كتقوم بجميع المهام نظرا للوضع الصحي الزوج، الاعاقه اللي عنده ما تيتكلمش، وهي اللي مقابله الوليدات. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال اخت ناديه في الظرفيه الراهنه، كيفاش كتواكب بطبيعه الحال وكتنقل من تما حتى القنيطره باش تتبع الملف ديال الابنه ديالها، نظرا لقله الامكانيات، وهي كتخدم مسكينه في الفلاحه، الوضع هش على قد الحال كما سمعتوا معنا. غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين، ارجوكم ساعدوها وفق المستطاع، كما نحن على تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه. نعلم جيدا انه السيد قاضي التحقيق استنطاق التفصيلي متبع الملف بدقه، وحنا دورنا هو نقل الخبر بصدق وبامانه في اخر مستجدات في الموضوع. مشاهدينا الكرام، ناديه تناضل من اجل الوليدات ديالها، وكذلك العائله ديال فاطمه الزهراء اللي شفتوا معايا في الفيديو السابق، دازوا معايا الوالدين ديالها. كما وعدناكم نحن على تتبع الملف، وسوف ان شاء الله ننتقل الى عين المكان لنضع الراي العام اكثر في الصوره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.